انت لسه طالع يا جماعة على السطح علشان اغضي الطيور وفي نفس الوقت اصور لكم الحمام اللي في الزبالة، وكنت رايح كمان الم شوية الزبالة كده من جنب الحمام علشان المكان بتاعه اتوسخ جامد جدا جدا جدا، واتفاجئت بخير جديد ورزق جديد في الزبالة برضو اللي بنشوفها كل مرة. عايزكم يا جماعه تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في التعليق، واللي مش مشترك في قناتنا يوميات في مزرعه ينزل يشترك في القناه بسرعه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، وكل يجمل الفيديو ده للاخر ويعمل لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد وتشوف ازاي ربنا كريم وازاي ربنا بيرزق الواحد وازاي ربنا بيعوض الواحد عن حاجات كتير جدا ممكن تكون بتروح منه. هننزل نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه ونصلي على النبي واكتب لي تعليق جميل كده وقول لي ربنا يبارك لك يا رب، ونرجع نشوف الحمام وصل حجمه لحد ايه اللي في الزباله، وكمان نلاقي نشوف المفاجاه اللي انا لقيتها. اللهم ابطل عينا معجبه نظرت وما بركت، اللهم ابطل اثر عين معجبه نظرت وما ذكرت، او حاسده تتمنى زوال النعم اصابتهم في جمعه رجال او نساء، اللهم ابطل عين الاقارب والجيران والاصدقاء، اللهم ابطل عين الاصحاب والزملاء، اللهم ابطل حسدا على جمال الاجسام او على جمال الشعر والاعين. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم كده في مقدمه الفيديو ان انا كنت طالع اعلف الطيور وفي نفس الوقت كنت هلم شوية زبالة كده كانوا جنب الحمام اللي في الزبالة دي، علشان كنت ناوي كده كده اصلا ان انا اصور لكم فيديو على الحمام ده النهاردة ووريكم شكله عامل ازاي، بس المفاجأة اللي انا لقيتها المرة دي انتوا ما تتخيلوهاش. طبعا يا جماعة انا كل يوم اول ما بطلع من السلم ده انا على طول باجي من السلم ده، طبعا ده الجنب بتاع الطيور اهو، جنب النظيف بتاع الطيور، انا اول يا جماعة ما بطلع من السلم ده على طول كده بجري جري اطمن على الحمام وكمان اطمن على البيض اللي على الجردل، شايفين برضو يا جماعة البيض بتاع الجردل اللي على الجردل ده بيض حمام. للناس يا جماعه اللي لسه بتشوف قناتنا يوميات في مزرعه الاول مره، انا هحكي لكم الموضوع يا جماعه. انا في مره كده المكان ده كان فيه ازايز كده زباله وحاجات، في مره كده طلعت لقيت جوز حمامات كان لونهم ازرق، طلعت لقيتهم مكان الجردل كده بالظبط. ساعتها يا جماعه انا كنت فرحان جدا 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 وحمدت ربنا جدا 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 كمان، وبدات ان انا بقى انضف لهم المكان واظبط لهم، وناس كتير جدا يا جماعه قالت ان الحمام ده حلال يعني وان هو حمامي وكده، فطبعا الحمد لله يعني والله حمامي يعني مش انا مش عارف، بس هو بيجي ياكل من عندي والله يا جماعه زي ما الناس ما بتقول. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، البطان ده قرب يفقس، والبطان ده انا صورتهم معاكم دي تالت مره اوريهم لكم اللي متابع القناه كويس، دي تالت مره، اول مره ساعه لقينا اول واحده، وتاني مره لما لقينا البطه بيضه في الكوتشي، وهي المره الثالثه لما وريتها لكم دلوقتي اهو. طبعا انا مش هينفع ان انا احوشه، وبرده يا جماعه عشان الناس اللي هتسال وتقعد تقول لي دي كلها زباله، دي يا جماعه ما هيش زباله، احنا حاطين في الارضيه علشان الحراره حاطين رمل وحاطين ركش، ومن فوق ده كله رحنا حاطين البوص الناشف، شايفين ده رمل اهو، الحته دي بس ده ظاهر فيها الرمل اهو، شايفين ده رمل اهو، بس يا جماعه علشان الطيور جت عليه بهدلته، وده بوص اهو، واحنا بقى اللي بدانا ان احنا نرمي عليه الزباله. طبعا يا جماعه في الحته دي، الحته دي كده في حمام، هنا في حمام برضو يعني اللي انا برضو كنت لاقيه في الزباله اهو، شايفين ده بقى يا جماعه. انا عايز بس الناس كده تركز معايا، الناس اللي متابعه القناه من زمان، الناس اللي قاعده تقول ده الحمام ده هزاز ومش هزاز، انا هوريكم الحمام دلوقتي، شايفين بسم الله ما شاء الله كبر ازاي اهم، السودة والبيضة هما كانوا سودة وبيضة من اول الفيديو الموضوع. فبقى يا جماعة الحمام الهزاز ده، ده هزاز ده فأقل هزه في الموضوع، وده برضو ما شاء الله مرته تخان عن المرة اللي فاتت، عشان انا بدأت ان انا احط لهم
اكل في الحته دي، كنت بجيب لهم اكل لحد عندهم هنا، شايفين اهو. فطبعا يا جماعه انا قلت لكم ان انا اول ما بطلع على السطح باجي الجنب ده على طول، باجي اشوف البيض اللي على الجردل، وبعد كده اجي ان انا اشوف الحمام ده قبل والله يا جماعه مع لفق الطيور. لا بقى، لان ده رزق، يعني ده رزق من عند ربنا، فلازم الواحد ان هو يهتم بيه. شايفين هحطهم لكم هنا كده اهو عشان تشوفوهم اكتر لما يمشوا، عشان هما بيمشوا اصلا. شايفين اهو، فانتوا برضه يا جماعه يعني الناس بس اللي بتحب تتكلم قولوا لي بقى ده. انا كنت طالع انضف لهم الحته دي اصلا، لان هما بيمشوا شايفين هما همط، والطبق بتاعهم اهو، بس انا بنضف لهم حرفيا يوميا اهو. شايفين انا بنضف لهم يوميا، شايفين يا جماعه بحبهم جدا 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 جدا. بفكر اصلا ان انا اربيهم واسيبهم على السطح هنا. قولوا لي برضو ارايكم، اربيهم ولا ناخدهم مع بعض؟ قولوا لي. انا بقى شايفين يا جماعه قدامهم كده لم اكياس وحاجات، فكنت طالع ان انا انضف لهم وانضف كمان الحته دي. طبعا دي يا جماعه شايفين دي شكاره، انا بدارق عليهم بقى كده عشان بس اللي غريبه. تعالوا بقى يا جماعه شوفوا بجد 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 الصدمه والمفاجاه الجديده والرزق الجديد والخير الجديد اللي من عند ربنا. انا والله 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 يا جماعه قسما بالله لساني عاجز عن الكلام، عن الكلام والشكر. انا بجد مش عارف اقول ايه غير الحمد لله، نعمه كتيره كتيره كتيره. شايفين دي بيضه حمامه برضو هنا اهو، ورا الحمام ده، يعني ورا الحمام ده بيضه حمامه اهي. فانا بقى بقول ان هي امهم، لان هم كبروا، هم ما شاء الله كبروا. فانا على ما يعني زمان كده لما كان عندي حمام كتير وكده وكان بيطلع وكان شغال مظبوط، كان لما الحمام يكون كده خلاص كبر كده، عشان هم كبروا ما شاء الله، كان امهم بتبيض. يعني انا بقول ان البيض ده، انا بقول ان البيض ده بيض ال بيض ام الحمام ده. يعني انا بقول ان البيضه دي يا جماعه بيضه ام الحمام ده. وانتوا برضو قولوا لي، يعني انتوا قولوا لي انتوا برضو وجهه نظركم من وجهه نظري ان البيضه دي بتاعت ام الحمام ده ولا مش بتاعت ام الحمام ده. بس والله والله يا جماعه انا فرحان قسما بالله. وانا ناس كتير جدا بتقعد تقول لي طب انت بتصور لا المكان ده او بتورينا لا او كده، بس انا بوري لكم من فرحتي حرفيا. اصل يا جماعه انتوا متخيلين ان يعني انا مش متخيل، انا مش متخيل يعني عمالين يعني. الله اكبر بجد، الله اكبر الله اكبر. تقريبا هقر على نفسي. بس يا جماعه حبيت ان انا اوريها لكم. طبعا انا بمشي واسيب كل حاجه زي ما هي علشان الحمام الغريب ده او الحمام اللي بيقولوا عليه حمام بري، مع ان انا بشوفه والله انه حمام بلدي عادي، ما بيحبش حد يلمس حاجته وكده. فانا بقى بطلع كل يوم ان انا اشوفه وارجع لطيوري الجميله في جنبي او في السطح بتاعي التاني النظيف اهو. يا جماعه شايفين نظيف ازاي؟ والله نظيف، بصوا، والعشش كلها نظيفه والدنيا نظيفه، عشان بس ما حدش يجي يقول لي في الجنب التاني ومش الجنب التاني. وبسم الله ما شاء الله، يعني يا جماعه انا الطيور اللي عندي حرفيا عايزه تمن السطح ده، يعني كلهم 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 يتلموا في تمن السطح ده. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده يا جماعه، وده كان الرزق بتاعنا بتاع النهارده. بتمنى من الناس اللي وصلت معايا لاخر الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اللهم ابطل عينا معجبه نظرت وما بركت، اللهم ابطل اثر عين معجبه نظرت وما ذكرت، او حاسده تتمنى زوال النعم اصابتهم في جمعه رجال.